باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المسيح قام حقا قام. إخوتي أخواتي، ما زلنا في أجواء عيد الفصح المجيد. عيد الفصح ليس احتفالا بغزو اليهود لأرض كنعان، حتى عند اليهود عيد البيسح ليس احتفالا كما يقول أحدهم في أحد المواقع، احتفاء بدخول اليهود إلى أرض كنعان، بل هو احتفال بخروجهم من أرض مصر. نبدأ هذا اللقاء بقراءة أو بآيات من إنجيل القديس مرقس الفصل 16، الآية الأولى: قام يسوع فجر الأحد وتراءى أولا لمريم المجدلية. لأنه عندنا محاولات، مش عندنا بل ضد المسيح وضد الكنيسة وضد الإنجيل، محاولات خصوصا من جهات طبعا يهودية خفية، أن المسيح لم يقم من بين الأموات يوم أحد، بل يوم سبت مثلا أو حتى يوم اثنين. الكلام واضح في إنجيل مرقس فصل 16 آية 19: قام يسوع فجر الأحد وتراءى أولا لمريم المجدلية. الآن تراءى أولا لمريم المجدلية، يعني هذا هو الظهور الأول المذكور، ولكن نستطيع أن نقول أن هنالك ظهورا غير مذكور، هو لمن؟ للسيدة مريم العذراء. يعني لا أعتقد أن أحدا أولى من السيدة العذراء الأم أن يظهر لها السيد المسيح، وهو أبر الأبناء على الإطلاق. إذن هنا بين يدي النص الأصلي لإنجيل مرقس في اليونانية، لأن اليونانية كانت اللغة الرسمية أو عفوا اللغة الدولية. وأناستاس ذي بروي بروتي سافاتو، قام المسيح أول الأسبوع. الآن نفكر معا، هل معقول أنه المسيح قام من بين الأموات؟ لأن هنالك بشرا لا يؤمنون بالإنجيل المقدس، يقول لك أنا مسيح الأصل ولكني أريد بدي أشغل عقلي. فهل شهادة الرسل بأن المسيح قام من بين الأموات، هل هي شهادة معقولة مقبولة ولا غير معقولة وغير مقبولة من ناحية العقل السليم؟ الواقع أنها شهادة مقبولة جدا 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 ومعقولة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن كان صعبا على الرسل والتلاميذ أولا أن يقولوا إنه المسيح صلب، يعني قولهم إنه المسيح صلب كان شيئا يدعو إلى الاشمئزاز. اليهود يحتقرون الصليب إلى اليوم، والوثنيون يحتقرون الصليب والمصلوب، كما قال مار بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الفصل الأول آية 17: إن كلمة الصليب جهالة مورية باليوناني، يعني جنون. اليهود يطلبون الآيات، يريدون المعجزات، واليوم لما فلسوا ما فيش معجزات، ماذا قالوا؟ الكيان العبري السياسي الاقتصادي هذا هو المعجز. اليهود يطلبون ماذا؟ يطلبون الآيات. اليونانيون يطلبون الحكمة، فيلوسوفية، الفلسفة، محبة الحكمة. أما نحن فنبشر بالمسيح مصلوبا. إذن شيء غير مقبول.
طيب قلت انه سيدك معلمك صلب، البشر احتقروك، ولليوم اليهود يحتقرون الصليب والمصلوب ويبصقون عليه. عندما يحتقرك الناس ممكن ان تعيش ولا لا؟ الناس بيضحكوا عليك بس بتعيش. عندما اتى الرسل وهم معظمهم صيادون وقالوا مسيحنا المصلوب قام من بين الأموات، هذا أخطر ولا لا؟ أخطر ولا أسهل؟ أخطر. لأنه الذي قتل يسوع سيريد أن يقتلهم هم ولا لا؟ ما لحقناش نخلص منه، بدنا كمان يطلعوا لنا تلاميذه. إذن إعلان الرسل والتلاميذ إنه المسيح قام من بين الأموات كان إعلانا لسه أصعب من تبشيرهم بإيه؟ بصلبه. صلب المسيح مرفوض محتقر، إعلان إنه المسيح المصلوب قام من بين الأموات، هذا إيش كان يجلب إلهم؟ سيجلب الخطر عليه. ومع ذلك الرسل ماذا كتبوا؟ كتبوا شيئين كل واحد منهما أصعب من الآخر. الأمر الأول الصعب، مسيحنا الملك المنتظر صلب. الشيء الثاني اللي أصعب منه ما هو؟ إنه هذا المصلوب المدفون الميت المقتول على الصليب المدفون قام من بين الأموات. هذه إذن هي الأسس العقلانية. اليوم الولد الصغير بقول لك بدي أفهم، أنا ما تفرض علي شيء بالإكراه بالقوة، أريد أن أشغل عقلي. هينا اليوم شغلنا عقلنا وماذا استنتجنا؟ إنه كان أريح أهون أسهل للرسل أن يقولوا مسيحنا لا صلب ولا إيش خصوصا ولا قام من بين الأموات. أريح راس، لا اليهود بيحتقروهم، لا الرومان بيحتقروهم، لا اليهود ولا الرومان ما بلاحقوهم وما بيضطهدوا. مسيحنا كان إنسان ممتاز، علم تعاليم جميلة ومات، فكلهم بيقولوا الله يرحمه على فشلهم بالعبري وانتهى الفيلم. ماذا استنتجنا إذن؟ بالعقل بالمنطق، كما يقول مار بولس في رسالته إلى روما فصل 12 آية 1، لويكي لاتريا، اجعلوا لتكن عبادتكم عقلانية منطقية. بالمنطق بالعقل ندرك انه كان اهون للرسل ان يكتبوا ماذا؟ انه المسيح لا صلب ولا مات ولا خصوصا ولا قام من بين الأموات. اخطر شيء انه ايش؟ انه قام من بين الأموات. ما فيش في التاريخ المعروف تلاميذ اي معلم قالوا إنه قام من بين الأموات، أو قالوا هذا الكلام بهذه الصورة القوية الواضحة التي دفعوا حياتهم ثمنا لها. ومار بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 15 آية 14، إن لم يقم المسيح فإيمانكم باطل وتبشيرنا باطل. هذه هي الفكرة التي أحببت أن أقولها اليوم. المسيح قام من بين الأموات. إخوتنا السريان بيقولوا مسيحه قام من قبره، المسيح قام من القبر. إخواننا الأرمن بيقولوا كريستوس هرياف إيميريلوتس، يعني ما بيقولوا للناس
كل سنة وأنتم سالمين، كل عام وأنتم بخير، أو هابي إيستر. لا، المسيح قام من بين الأموات، ويجيبون أورنيال هاروتيون كريستوسي، يعني مباركة قيامة المسيح. الآن ماذا نستنتج نحن خصوصا لنا في فلسطين، لنا في الشرق الأوسط؟ نحن بحاجة إلى قيامة. إحنا تقريبا متنا، تقريبا انتهينا. كم نسبتنا؟ يقال إنه عدد المسيحيين في البلدة القديمة في القدس لا يتعدى 5000. كيف؟ يعني 5000. نسبتنا في القدس كمسيحيين فلسطينيين هي 0.5، مش 1، 0.5 أو 0.4. الآن كم نسبتنا في الشرق الأوسط؟ ماذا حصل لنا في الشرق الأوسط الذي هو مهد المسيحية، مهد الإنجيل؟ الإنجيل بشر به وين؟ في القدس، في الجليل، صح؟ صح. كم نسبتنا اليوم 8. كمسيحيين فلسطينيين في فلسطين، كمسيحيين لبنانيين في لبنان، كمسيحيين سوريين في سوريا، كمسيحيين مصريين خصوصا أقباط في مصر؟ كم نسبتنا؟ وهل هذا شيء طبيعي انه في الشرق الاوسط ما يضلش مسيحي؟ هنالك دوافع لا تعتمد علينا، وهنالك دوافع بايدينا نحن. مثلا احد الحاضرين هنا عاش فتره في الولايات المتحده ولكنه عاد. احدى قريباتي المسؤوله عن احدى المؤسسات، اثنان من أولادها عاشا في الولايات المتحدة، والاثنان عادا، قررا أن يعودا ويعيشا حياة أصعب بكثير هنا مما كانت حياتهما في الولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة إحنا بالذات الفلسطينيين المسيحيين يجب أن نخجل. لماذا؟ لأنه اليهودي الأمريكي، كثير من اليهود الأمريكيين يهاجر من الولايات المتحدة إلى فلسطين، وماذا نفعل نحن؟ إحنا نهاجر من فلسطين إلى الولايات المتحدة. هناك كل شيء ميسر لهم، هناك لا خطر على حياة اليهودي، هناك اليهودي لا يتعرض كما يتعرض هنا للفقر، للخدمة العسكرية، يعني يخدم مش مجبور أساسا، أو خدمة العسكرية طبعا ليست فيها الصدامات والحروب الموجودة هنا. تصور تاريخ فلسطين، بالذات فلسطين المحتلة من 1948، أكم من حرب؟ من الانتفاضة الأخيرة 2000، صح؟ 2000. أكم من شهيد فلسطيني وأكم من قتيل إسرائيلي؟ إذن اليهودي الفرنسي أو الأمريكي أو الإيطالي أو الكندي، كل شيء موفر له، وهذا شيء مخجل لنا، يترك كل شيء ويأتي هنا ليتعلم لغة صعبة. طبعا اللغة العبرية هي لغة صعبة جداً بالنسبة لأنو عقل، للعقل الأوروبي أو كمان الروسي. الروسي مع أنه يقال أن الروسيين، الروس موهوبين للغات، ولكن لما لغة تختلف تماما، الكتابة تختلف، طريقة الكتابة تختلف، كل طريقة التفكير والقواعد تختلف. إذن هذا أعتقد درس لنا رغم كل المضايقات. شكرا لإصغائكم، والآن نفتح المجال للأسئلة.